ريما، لحد الساعة الحصيلة متوقفة عند 4 قتلى وأكثر من 10 مصابين. طبعا الاستهداف كما قال رئيس بلدية أوريخوف الواقعة في مقاطعة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، استهدف مركزا للمساعدات الإنسانية في هذه المنطقة المتوترة فعليا، باعتبار أن الهجوم الأوكراني المضاد متمركز بشكل رئيسي في منطقة زابوريجيا. وأوريخوف على مدار الأسابيع والأشهر الماضية تتعرض لقصف متكرر من قبل القوات الروسية. إلى ذلك طبعا هو في غضون هذا القصف المتكرر الذي استهدف ليست فقط أوريخوف هذا اليوم، ولكن منطقة خرسون أيضا في الجنوب، مدينة نيكوبول التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وتقريبا 10 البلدات على خط المواجهة وفق ما ذكرت البيانات العسكرية الأوكرانية. في المستجدات العسكرية أيضا وفي مستجدات التطورات الميدانية في المنطقة الشرقية في أوكرانيا، هو ما ذكره اليوم المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندري كوفاليوف، ذكر بأن القوات الأوكرانية تمكنت من تحرير مساحة تقدر ب 24 كيلومترا في محيط مدينة باخموت، وذكر بأن القوات الروسية دفعت بالمزيد من التعزيزات سواء بالمعدات العسكرية أو بالجنود إلى مدينة باخموت التي يبدو أنها عادت إلى الواجهة الآن، خاصة وأن هناك تركيز واضح من القوات الأوكرانية على عدد من المحاور في هذه المدينة، نجاحات جزئية يحققها الجانب الأوكراني في الجهة الجنوبية، لكن يبدو أن الوضع صعب في الجهة الشمالية لمنطقة باخموت أين دارت عشرات الاشتباكات بين الوحدات الأوكرانية وكذلك القوات الروسية. شكرا جزيلا لك محمد زاوي من كييف، سعد خلف من موسكو، عبد الله.